الكولوبو أو الطائر الجناحي الماليزي هو حيوان ثدي صغير يعيش في جنوب شرق آسيا، ويشبه في شكله الخفاش، إلا أنه ليس خفاشا بل ينتمي إلى فصيلة الكولبويات. يتميز الكولوبو بجسمه الرفيع والمستطيل الشكل، ويمتلك جلدا متينا ورقيقا يمتد من الجسم إلى الأرجل، مما يمكنه من الانزلاق بين الأشجار بكل سهولة وسرعة. ويمتلك الكولوبو جناحين رقيقين معصمين يمتدان من الجسم إلى الأرجل، ما يمكنه من الطيران والتحليق بين الأشجار. يتغذى الكولوبو على الأوراق والفواكه والزهور، وهو حيوان ليلي ينشط في الليل وينام في النهار على الأشجار. ويعتبر الكولوبو مهددا بالانقراض بسبب تدمير الموائل الطبيعية له وصيد الحيوانات البرية، ويتم حاليا حماية هذا الحيوان من خلال برامج الحفاظ على البيئة والتوعية البيئية. يمتلك الكولوبو عيون كبيرة ومستديرة، وأذنين صغيرتين، كما يحتوي على ذيل طويل يستخدمه للتوازن أثناء الطيران والانزلاق بين الأشجار. ويمتلك الكولوبو أسنانا حادة ولكنها صغيرة جدا، ولا تستخدم للصيد بل لتمزيق الأوراق والفواكه التي يتغذى عليها. يمتلك الكولوبو قدرة فائقة على الانزلاق بين الأشجار باستخدام جلده الرقيق والمتين، حيث يستخدم الهواء المحيط به للتحكم في سرعته واتجاهه، كما يمكنه القفز لمسافات بعيدة من شجرة إلى أخرى باستخدام جناحيه الرقيقين. يعتبر الكولوبو أحد الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، حيث تم تصنيفه ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويعتبر الصيد غير المشروع وتدمير الموائل الطبيعية للكولوبو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تناقص عدده في الطبيعة. يعتبر الكولوبو حيوانا مثيرا للاهتمام والدراسة للعلماء، حيث يتميز بعدة خصائص فريدة من نوعها، ويتم استخدامه في دراسة بعض الأمور العلمية كالطيران والحركة بين الأشجار والتكيف مع البيئة الغابية. يعتبر الكولوبو أيضا حيوانا اجتماعيا، حيث يعيش عادة في مجموعات صغيرة تضم من 2 إلى 5 فرد، ويتواصل أفرادها مع بعضهم البعض باستخدام الأصوات والروائح واللمس. ويقوم الكولوبو ببناء أعشاش صغيرة على الأشجار، وتتكون هذه الأعشاش من فروع وأوراق الأشجار وتستخدم كمأوى للكولوبو وأفراد مجموعته. يمتلك الكولوبو أيضا قدرة على الاحتفاظ بالحرارة في جسمه، حيث يتميز بجلد يحتوي على شعيرات دقيقة تساعد على تخزين الحرارة ومنع فقدانها، مما يجعل الكولوبو قادرا على البقاء دافئا في الليالي الباردة في الغابات. ويمثل الكولوبو جزءا من التنوع البيولوجي الذي يوجد في جنوب شرق آسيا، ويعد من الحيوانات الهامة للحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة، وتتخذ العديد من الجهود لحماية هذا الحيوان والحفاظ على موائله الطبيعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية وتنوعها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.